الجراحة محدودة التدخل هي جراحة عبقرية جدا جدا، بنقدر من خلالها نعمل عملية كانت عملية كبيرة جدا بالطرق التقليدية، بنعملها في وقت قصير جدا ودون أن نحدث أي تغير في التركيب التشريحي للمريض سواء كان في المخ أو العمود الفقري، وبالتالي المريض ده هيرجع يشتغل، هيرجع لحياته الطبيعية بشكل سريع جدا، هيرجع يبقى طبيعي تماما في وقت قصير، والأهم من ذلك أن المشكلة هيبقى معدل الارتجاع أقل بكثير جدا من الجراحات التقليدية.